بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية دي مع واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كتبوا تاريخ أكثر من رائع مع النادي، هو الكابتن خالد جد الله. خالد جد الله كابتن الكبير صاحب الرؤية التحليلية المميزة، هنتكلم معاه في كل ما يخص الأهلي ومشواره القادم، ونعرف منه كيفية التغلب النهاردة على أزمة سامبا، وإحنا كمان بنستعد لمباراة مهمة جدا، مباراة طلائع الجيش. اهلا بك يا كابتن خالد، مشرفنا النهارده. اهلا بك يا سهام، واهلا بك يا كابتن هاني حبيبي. الله يخليك، ازي حضرتك؟ سعيد جدا وانا معاك. ربنا يخليك يا سهام. ربنا يخليك يا كابتن، وانتم مقدمين حاجه محترمه جدا. ربنا يخليك. برنامج انا عن نفسي بتفرج عليه كل يوم. حبيبي الشرف لينا يا كابتن. الله يخليك. شرف لينا. الله يخليك. سهام اتكلمت على موضوع سيمبا وعوده النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد لمشوار الدوري. قبل ما نخش في التفاصيل ديت يا كابتن، حابب اعرف من حضرتك من خلال مشوارك الطويل، الاجيال اللي حضرتك كنت بتلعب فيها، انا عارف كان دايما المباريات اسبوعيه مش كل 3 ايام زي دلوقتي. عايز اعرف من حضرتك الاسبوع اللي كنت بتقضوه بعد المباراه، حسيتوا ان انتم مزعلين جماهير النادي الاهلي منكم؟ كانت شغلانه دي. لا، حاسين مزعلين جماهير النادي الاهلي يعني مننا. دي كانت مشكله كبيره. وخد بالك يعني احنا على ايامنا اي ماتش وحش كنا بنلعبه ما كانش طبعا وسائل الاعلام ما كانتش زي دلوقتي، ولا السوشيال ميديا ولا الكلام ده، هي كانت الجرايد ويمكن برنامج واحد في التلفزيون بيجي اسبوعي مثلا. لما بنكون وحشين ما حدش بيتكلم على المدير الفني خالص، كله بيتكلم على اللعيبه. طبعا يعني اللعيبه كانت وحشه، اللعيبه ما ادتش، ما حدش يعني ما كانش حد بيجيب سيره المدير الفني يقول لك زي دلوقتي. دلوقتي اي حاجه المدير الفني. لا، احنا على ايامنا لا، كان اللعيبه احنا كنا بنخاف جدا، يعني بنخاف جدا من الجمهور بتاعنا. يعني ما ينفعش ان انت تتأثر. وطبعا انت عارف الكرة فيها توفيق وعدم توفيق. طبعا اكيد. بس بيبقى باين لو انا وحش عشان في عدم توفيق، ده بيبقى باين وبيبقى محسوس بالنسبة للناس. ولكن انا وحش عشان مقصر، عشان مش عايز اجري، عشان بجري تروت، عشان ما بخشش وبحلق، انا بكلمك في كل لا، ما كانش ينفع الكلام. كنت بتعملوا ايه؟ عايز اعرف. كنتوا انا ما كنتش بنزل يعني ما بنزلش يعني عملتوا مباراه سيئه، حسيت ان الجماهير زعلانه، كنتوا بتقضوا الاسبوع ده ازاي؟ على مستوى النادي، على مستوى كلامكم مع بعض، على مستوى الشخصي لكل لعيب؟ على مستوى النادي التمرين بنروح بنتمرن، وطبعا بقى الجهد بيبقى مضاعف، وبنبقى بقى على احر من الجمر الماتش اللي جاي هيجي امتى عشان نعدل اللي فات. ولكن بعد النادي، بعد التمرين، انا العربيه البيت، ما بنزلش، ما بشوفش حد. حتى اصحابي اللي كانوا بيجوا مثلا يقعدوا عندي في البيت بتقطع. لا لا لا، ما فيش كلام. بس لغاية الناس كانت لما الصوره بس لغايه لما الصوره نعدل. كنت بتستنوا تتمنوا ان المباراه تبقى بكره عشان تصالحوا جماهيركم. بالظبط بالظبط. الناس كانت برضو مش زي دلوقتي، يعني خلاص كانت بعد المباراة سواء اتعادلتم أو اتهزمتم، فالناس يعني كانت شوية وبتنسى. دلوقتي الناس لا، لازم النهاردة خسرت من سيمبا، مستنية لك المباراة اللي جاية، مستنية لك المباراة اللي جاية مع سيمبا. بالظبط. في على أرض. بس برضو على أيامنا ما كانوش بينسوا. مش بينسى يا كابتن خالد، بس ما كانوش يعني السوشيال ميديا، ما كانوش متشددين كده كابتن. السوشيال ميديا ما كانتش موجودة. عشان السوشيال ميديا دلوقتي زيادة شوية، وما كانش موجود سوشيال ميديا ساعتها خالص. فالأمور كانت بتبقى باين إن هي هادية. ولكن إحنا التمرين، إحنا كل تمرين في 5-6 آلاف متفرج في الملعب كل تمرين، ما شاء الله. فانت بتبقي شايله بقى لما بتعملي ماتش وحش، شايله هم التمرين، الناس اللي جايه بتتفرج. دخلتك بقى الملعب بالظبط. طيب النهارده في خساره للنادي الاهلي امام سامبا، صحيح، بس في برضو اكيد دروس مستفاده. والدروس المستفاده لما بنكون خسران في اي تجربه، يعني مش على مستوى مباراه فقط، يعني دروسها بتكون اكتر. فايه الدروس اللي حضرتك شفتها ممكن نطلع من خلالها، خاصه واحنا لسه في بدايه لسه المشوار، عندنا فرص، مش فرصه واحده، ايه اللي ممكن اللعيبه تستفيد منه والجهاز الفني يستفيد منه يا كابتن خالد؟ يعني هي مش اكتر من مباراه خسرناها. مفيش فرقه على فكره هتكسب ولا اكتر على طول. يعني احنا برضو عشان نبقى بنفكر بعقلانيه شويه وبهدوء شويه، لان دايما الكبير دايما لازم بيبقى عاقل، واحنا عشان كبار والنادي الاهلي كبير فاحنا عاقلين على طول، ومفيش حاجه بتاثر معانا. دي مباراه وعدت، ولكن زي ما انت بتقولي في دروس مستفاده. الدروس المستفاده انا من وجهه نظري يعني
الفنيه. انت بعد الحلقه دي هتبقي مدربه كبيره على فكره، بس خدي بالك من الكلام اللي حاضر. الدروس المستفاده اول حاجه بالنسبه للجهاز الفني. بس انا قبل ما اتكلم عايزين نتفق ان كره القدم فيها توفيق وعدم توفيق. اكيد ده موجود على كل مستوى الفرق في العالم. يعني ممكن فرقه بتبقى كويسه جدا والتوفيق ما بيحالفهاش بتخسر. صح. المهم ان ما يبقاش فيه تقصير. فنيجي نتكلم على مباراه سيمبا. مباراه سيمبا انا اول حاجه كان لازم اللعيبه والجهاز الفني ياخدوا بالهم بشكل كويس جدا نسبة الرطوبة. على فكرة أنا بزعل جدا لما بسمع كلام، في طبعا كلام في الكورة بيخش الدماغ لما بيكون مظبوط وبيخش العقل، وفي كلام أهو بيتقال بس بيطلع وخلاص وتعديه، بتسمعيه من ودنه ويطلع. الحر ما يفرقش. الحر لما تبقى درجة الحرارة 30 أو مش مهم، هي نسبة الرطوبة هي اللي بتتعب، بتتعب اللعيبة جامد جدا. إزاي أتعامل في جو فيه رطوبة؟ نمرة واحد، هيبقى صعب قوي على اللعيبة يعرفوا الكلام اللي أنا هقوله، يعني لازم يتقال لهم من الجهاز الفني. أول حاجة إن إزاي تخلي الكورة هي اللي تجري مش أنت اللي تجري، لأن الكورة إحنا دايماً ده كلام أنا يعني مش إحنا، عشان أنا دايماً بقول إن الكورة مش هتتعب. خلي الكورة اللي تتعب. الكورة مش هتتعب طول ما أنت بتمشيها. أيوة صح. الكورة مش هتيجي تقول لك كفاية أنا تعبت عايز أقف. إنما أنا لو فضلت أجري عمال على بطال في الرطوبة. تمام، نمرة واحد هلاقي نفسي بجري بدون إنتاج، نمرة اتنين مجهودي تعبت. صحيح. فخلاص كل أجهزتي قراراتي كلها مش هتبقى مظبوطة. فكان بيعجبني جدا في الجيل بتاع أبو تريكة وبركات ووائل جمعة، الجيل ده كانوا بيعملوا حاجات كويسة جدا بالفطرة لأن موهبتهم كانت عالية وإمكانيات الفرقة كانت عالية. في الماتشات اللي بره، الماتشات اللي جامدة، كنت تلاقيهم أول ربع ساعة مستحوذين على الكورة، باص 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 باص، فالكره عماله بتمشي بيهدوا بدون مجهود زياده، بدون مجهود زياده، وفي نفس الوقت بتمتص حماس الفرقه اللي قدامك. لان في مبدا في الكوره، في حاجات في الكوره مبادئ ما بتتغيرش، واللي يقول غير كده يبقى يعني في ثوابت. ايه هي طول ما انت معاك الكوره مش هيجي فيه جول. يعني بمعنى ان انا لو مدرب فيه على حسب كل واحد على حسب فكره، لو انا عايز ادافع كويس اخلي الكره في رجلي، استحوذ اكتر، استحوذ، بس استحوذ فين؟ مش في الثلث الدفاعي الاخراني بتاعي، مزبوط. في نص الملعب، في الثلث، في نص ملعب الفرقه الثانيه المنافس. وفي برضو حاجه من الثوابت، طول ما الكره في نص ملعب المنافس انت في امان. حتى لو ما بتعمليش بيها حاجه. زمان كابتن جوهر الله يرحمه قال لنا في مره، جينا في ماتش في اخر 20 دقيقه تعبنا، مش فاكر الماتش ايه، وكان شكلنا مش كويس. فقال لنا حاجه جميله جدا لغايه دلوقتي، الله يرحمه كابتن جوهري طبعا، ما بنساهاش، لان زي ما بقول الكلام اللي في الكوره الصح ما بيتنسيش ابدا. فقال لك وانت تعبان طول ما الكوره معاك هو الجمهور حاسس ان انت تعبان؟ لا مش حاسس، فمش هيشتمك ولا هيزوم عليك، الكوره معاك. بس انت تعبان، بس ما حدش داريان. فلما تتعب خلي الكوره في رجلك بقدر الامكان. انا كان نفسي الماتش اللي فات نتعامل بالمفهوم دون مع مباراه سيمبا، نظير نسبه الرطوبه العاليه. طب دي خبره لعيبه، لان انا برضو من انا على سبيل المثال بركات، يعني على سبيل المثال بركات تعرف روحه حلوه وبيتكلم طبعا. بركات دايما يقول لي انا بدنيا مش 100%، بالرغم ان الناس بتشوفني ان بركات، بتكلم على بركات، لا ده بيقطع مشوار وبالكوره. فقال لي انا يعني بنظم مجهودي بشكل مباشر طبعا. في المباريات احس اول ربع ساعه بيكون في مجهود اكتر، والسبرنت اللي مش مستاهل ما اروحش بالظبط، والكوره الطويله اللي انا بحسس ان انا مش هحصلها فما بروحش عليها. وبالتالي دي تتوقف على خبره اللعيبه اللي كانت موجوده جوه الملعب بجانب بعض التعليمات الفنيه، النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها. نمره واحد خبره لعيبه، نمره اتنين تعليمات فنيه. التعليمات الفنيه اللي هي الاستحواذ. بس نيجي بقى في الحته دي، هل كانت اللعيبه اللي موجوده اللي ابتدينا بيها الماتش عندها القدره على الكلام اللي انا بقوله، على الاستحواذ، على الاستلام المظبوط والتمرير المظبوط؟ كان عندنا شويه قصور في الحته دي. كنا محتاجين حد عنده مساحه رؤيه واسعه شويه، يقدر يشوف يلعب الكره في انهي جنب من الجناب الفاضيه، الحته الفاضيه اللي ما فيهاش رقابه، ازاي زي ما بقول نخلي الكره هي اللي تمشي، لان الكره عمرها ما هتتعب. في نفس الوقت من الدروس المستفادة ان برضو الجهاز الفني من وجهة نظري
ما درسش فرقه سيمبا من ناحيه نقاط القوه والضعف، ولا اداها اكتر من حجمها. لا هو ده هو يعني اداها يعني عمل حساب نقاط القوه اللي في الفرقه اللي هم الثلاثه اللي قدام الصراحه الثلاثي الهجومي. انا دلوقتي لما بلاعب فرقه احنا متفقين ان كل فرقه عندها مواطن قوه ومواطن ضعف، انا كمدير فني لازم اعمل حسابي اامن فرقتي من مواطن القوه بتاع الفريق المنافس، وفي نفس الوقت ادوس على مواطن الضعف اللي موجوده في الفريق المنافس. احنا ما عملناش التانية. بس كابتن خالد معروف عن موسيماني، مش عشان والله بيدرب في الاهلي، بس دايما يعني اللي بيتاخد عنه مش عليه انه جيد جدا في قراءه المنافسين، يعني ده بيؤخذ عن موسيماني بشكل عام. لا موسيماني ما فيش جدال عليه، ده مدرب كبير. مش بتكلم على كبره، لا مش بتكلم على كبره ومدى خبراته، لا مش بتكلم على انه قدير، بيعرف يقرا المنافس. التنفيذ ممكن بقى نقول ان التنفيذ ما كانش كده، يعني هو كل الفرق الافريقيه دايما مواطن الضعف عندها الديفنس، الباكين خاصه الديفنس، وبالذات الاثنين اللي في القلب زي ما هاني بيقول، زائد ممكن حراسة المرمى. بس بقى فرقة سيمبا عندها حارس المرمى بتاعها كويس، يعني من الحراس اللي أنا شايفهم أنا عجبت بيه، يعني حارس ماسك نفسه يعني فاهم شوية، ولكن خط الدفاع بتاع فرقة سيمبا لو اتضغط عليه من قدام من عندهم كان هتبقى ممكن تفرق معاك. طبعا هيبقى تفرق معاك، كنا هنعمل لهم مشاكل كتير، وكنا في نفس الوقت هنريح نفسينا من الضغط اللي احنا ممكن كنا نشوفه نتيجه هم عندهم ثلاثه اربعه قدام هم كويسين بيتحركوا كويس سواء بكوره او من غير كوره، عندهم سرعات بيعرفوا يصوروا عشان لقوا مساحه. كابتن عشان لقوا مساحه نيجي بقى الدروس المستفاده بقى حاجه للعيبه. التنظيم الدفاعي دلوقتي في الكورة بيقول لك لازم تبقى تحت الكورة، حلو جدا ان انا ابقى تحت الكورة يبقى الكورة دايما قدام، ولكن لغاية فين؟ ال 30 ياردة الأخرانية تلت الدفاعي الأخير بتاعنا اللي هو من خط ال 18 قولي 15 ياردة قدام لغاية القوس بتاع النص من تحت كمان أو يعني هم 30 ياردة يعني من خط ال 18 قولي 12 ياردة كمان قدام. في المساحة دي تمام مفيش تحليق، مفيش حاجة اسمها ان انا اخش احلق او ان انا اقف اقول هو هيبصيها غلط فهنقطعها، لا لازم اخش ولازم امد رجلي ولازم ما ترقص. عملية الضغط حضرتك بتتكلم على عملية الضغط، مفيش تحليق لان احنا الجون اللي جه فينا لان مفيش حد ضغط على الراجل، الراجل على خط 18 محدش ضغط عليه عدل وشاط جت جون، هي طبعا راحت في حته صعبه جدا وممكن لو عدها مليون مره مش هيجيبها كده ولا هتروح في الحته دي، ولكن اهي جت تمام. فيبقى ال 30 ياردة الاخرانيين في التلت الدفاعي بتاعنا مفيش تحليق. وفي الكوره بنقول ان انت لازم تبقى وانت بتدافع بتبقى اجريسيف شويه، يعني اجريسيف ديفنس، ازاي ان انا ببقى اجريسيف قوي يعني ازاي وانا بهاجم ابقى اجريسيف. فدي نقط، يعني دي نقط بتفرق مع فرق بالذات كل ما هتلعبي مع مستويات اعلى شويه لازم انت بتعلي بنفسك او نسبه تركيزك في الكلام ده بيبقى كبير شويه اعلى طبعا. اهميه وجود قفشه في المباريات المهمة اللي زي ديت أفتكر واحدة كمان من الدروس المستفادة، ليه؟ لأنه حتى هو ديدي جوميز المدير الفني لسامبا لما انسأل عن مين أكتر لاعب كان مخوفك قال لك قفشة، وعارفه بالاسم، يعني حتى لما قالوا له رقم يعني كان عارفه جدا يعني، وده دليل على أنه هو كان مذاكر اللعيبة، وخاصة واحد زي قفشة صانع ألعاب مهاري جدا. فدي ممكن برضو تكون يعني ده اكيد يعني جف في عين الاعتبار بالنسبه للموسيماني او الجهاز الفني يعني. طبعا يعني في كلامي قبل ما انت تقولي كده انا قلت كنا عايزين حد في نص الملعب يقدر عنده ملكه ان هو يباصي كويس ويستلم الكره كويس وما يفقدش الكره سهل وينقل الكره في الحته المظبوطه في الملعب. خدي بالك انا ممكن انقل الكره في حته في الملعب اخنق اللاعب، طيب يعني الكلام ده ما يحسوش غير لعيبه الكوره يعني، وبكون بباصي صح تدبسه معنا. في لعيبه في مصر انا هقول لك حاجه، في لعيبه في انديه تانية يعني مش عندنا الناس بتضرب بيها المثل وبيشيدوا بيها جدا جدا حاجه رهيب انا اتفرج مش مقتنع خالص لان بيبوظوا اللعب.
هو بيباصي صح اه بس بيخنق لك اللعب، بيحط الكره في الحته مش اللي المفروض ما تروحش فيها. انما هو بيباصي صح اي حد بيقول لك بس مفيش كره حلوه، لا 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 آه. ولا مؤثره ولا ولا مؤثره. فطبعا قفشه كان من يبقى ده بيدينا برده مدلول دليل ان كلامي برده مظبوط ان الراجل المدرب بتاع فرقه جوميز ذاكر فرقه كان بيمرن الاسماعيلي، وكان بيمرن الاسماعيلي فبرده عنده فكره وعنده درايه، وعندهم لاعب كان بيلعب لطنطا برده بالظبط. زي مثلا انا ساعات بسمع كلام يقول لك من الحاجات اللي انا ما بحبش اسمعها يقول لك بس الباكين كان لازم يطيروا. انا كلمه يطيروا دي بقى انا مش فاهمها. يعني احنا في الكوره يعني مثلا يبقى عندي باك رايت سوبرمان مثلا وباك ليفت باتمان عشان نفضل نطيرهم ونرجع، ايه يطيروا دي؟ مش في الكوره يعني الكلام ده، مش في الكوره. ومش في الكوره كمان ان باكين يهاجموا في نفس الوقت. مين اللي بيقول كده ان باكين يطلعوا في نفس الهجمه تلاقي الباكين بتوعك قدام؟ ما عمرها ما فيش. هو يعني اناقش حضرتك في النقطه دي يا كابتن، اقول اناقش حضرتك في النقطه دي. يعني هو بتختلف عن طريقه انت بتلعب ازاي. يعني انا لو بلعب ثلاثه في نص الملعب انا وارد جدا اطير الباكين. ليه؟ لان هيبقى عندي كثافه في نص الملعب ممكن اغطي. يعني لو ناحيه مثلا لو بنتكلم على مباراه سيمبا، لو محمد هاني مكمل ونقول مثلا محمود وحيد مكمل، ادي الاثنين طايرين على حسب اتجاه الكره هتكون فين. ان لو الكره ناحيه محمد هاني مأمني شويه اكرم توفيق، وممكن جدا يزيد عمرو السوليه في طريقه 5 3 2، لا في طريقه 4 4 3 3 اللي لعب بيها موسيماني، 4 3 3 او 4 3 2 1. انك عندك في نص الملعب ثلاثه، وبالتالي محمد هاني مثلا لو زاد هيأمنه اكرم توفيق، محمود وحيد ممكن جدا مع محمد هاني يزيد مش في نفس الليفل، مش في نفس الخط يعني مش يبقى متاخر شويه. بس لو الكوره مثلا محمد هاني عمل كروس وطلع طويل هيلاقيها محمود وحيد، وبالتالي لو اكرم توفيق بيميل شويه على محمد هاني يبقى حمدي فتحي او ديانج بيميل على محمود وحيد، وبالتالي يبقى في عندك جناب شغاله. وخاصه يا كابتن انك لما بتلعب 4 3 2 1 الاثنين اللي تحت راس الحربة ما بيكونوش على الخطوط، بيكونوا لجوه شويه عشان يكونوا قريبين من 18. ايوه فدي وجهه نظر يعني انا يعني اخد راي حضرتك فيها. لا على حسب انت طالب ايه من التنفيذ من اللعيب. تعليمات يعني انا تعليمات. ممكن الاثنين اللي تحت راس الحربة انت بتقول لي ممكن يضم، هم بيضموا شويه وممكن يبقوا فاتحين. لو فاتحين، لو بلعب بثلاثه فراوده فاتحين، واحد ناحيه اليمين وراس حربة وواحد ناحيه الشمال، في الحالة دي أنا مش هبقى عايز الباكين يتقدموا، بس هتعوز إن الاتنين من التلاتة بتوع نص الملعب يتقدموا يكملوا عشان يكملوا الفراغ ده. أوكي يكملوا واحد بس، واحد مش من التلاتة، واحد بس هيكمل مع في الماتشات اللي بره. يعني ماتش سيمبا ده أنا كنت أتخيل إن إحنا كفاية قوي نهاجم بأربعة لعيبة، تلاتة فراودة وتحتيهم واحد يكمل، وفي ستة واقفين، الأربعة الديفنس واقفين، الأربعة الديفنس واقفين. انا مش عايز لا اربعه هنا كتير يا كابتن يعني اتفضل. في الظروف بتاعه الجو والرطوبه والكلام ده كله مش هتلاقي كمان. كنت انت تلاحظ هاني يروح في واحده وتلاقيه بعد كده واقف شويه نفسه، طبعا اكيد بس بيشتغل اكنه باسير بيباصي وبتاع بياخد نفسه. انما في ده انا بتكلم على ظروف الماتش اللي ظروف الماتش لا انا كنت العب بثلاثه فراوده عشان اعمل لهم مشكله لان هم عندهم مشاكل، وواحد تحتيهم اللي هو قفشه. وانا برضو ضد كلام ان ماتش بره فحط ثلاثة ديفندر في نص الملعب يبقى انا كده بشتغل دفاعي. لا هي مش هي الكوره مش كده، صحيح هي الكوره انا معايا الكوره بهاجم، صحيح انا ما معيش الكوره برد ادافع. ده كل ال10 لعيبه يعني ال10 لعيبه اللي موجودين لازم تكون فيهم المواصفات دي، لان دي لعيبه محترفه ولعيبه مش هواه. احنا مش في دوري هواه ولا في زمن هواه، احنا في زمن محترفين. مزبوط. وزمن الحمد لله اللعيبه كلها لا مستريحه ماديا ونفسيا كل حاجه. بس هو قدموا اللي عليهم الكرة. في المباراه دي يا كابتن قدموا اللي عليهم في مباراه سامبا؟ لا اللعيبه اللعيبه طبعا كان في احسن من كده من ناحيه المجهود ومن ناحيه انهاء الهجمات. ازاي نبقى يعني بنقدر نوصل ونقدر نكون خطرين على المرمى؟ ويعني ما كانش فيه يعني النادي الاهلي كان مستكين شويه. يمكن برضو اللعيبة حتة ثلاثة ديفندر في نص الملعب دي اديتهم مدلول، لأن احنا عندنا في مصر كده هتلعب بثلاثة ديفندر في نص بالدافع. الملعب يبقى بتدافع. على فكرة احنا الماتش اللي فات بعد ما غير موسيماني احنا لعبنا أربعة ديفندر في نص الملعب بنزول عمرو السولية، رحنا للجون
بس انا اعتقد كابتن خطرين. رحنا على الجون عشان يمكن وجود ايمن اشرف مش عيب في محمود وحيد. محمود وحيد بقاله فترات طويله ما بيلعبش، يمكن المجهود كان ممكن يتغير ما بين الشوطين، لكن لما نزلنا هقول يعني باك جناح، يعني ايمن اشرف لعب في الجزء ده وكان بيوصل وبيعمل كرات كروسات. والنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ان كان عندهم ضعف في السرد باكين، شفنا الثلاث فرص او الفرصتين اللي جات لنا من كروسات، واحده نزلت من مروان نزلت لمحمد شريف حطها بشكل كويس قوي، وكره عرضيه تانية عدت ما بين حارس المرمى برده ما كانش يعني ما طلعش عليها، كان شكلت خطوره. فالخمس دقائق الاخيره ليه ما بدأناش الشوط الثاني كده؟ يعني ليه ما كانش نهاية الخمس دقائق من المباراة ليه ما يعني كنا بدأنا بها الشوط الثاني؟ بالظبط، ما هي هو الماتش دون يعني يمكن احنا خدنا التوفيق في حتى في الإدارة الفنية، في الإدارة الفنية يعني حتى في التدخلات الفنية كانت متأخرة، يمكن كان فيها برضو شوية كان ممكن تبقى أحسن من كده. إنما أنا من قبل الماتش من البداية أنا كنت شايف إن احنا لو لعبنا جيم عادي صحيح، أنا بطلت يعني جيم عادي صح. معايا كورة بهاجم، معيش كورة برد دافع، كان عندنا صانع ألعاب اللي هو أفشة أو أجايي. أنا برضو عايز أقول كلمة على أجايي، أجايي لو لعب في الحتة دي، لعب في الحتة دي بظروفه البدنية والجسد دلوقتي، أنا ما بتكلمش على أجايي من سنتين، لو لعب في الحتة دي، لو لعب تحت راس الحربة هيبقى برضو حاجة مؤثرة جدا وهيبقى مفيد جدا بالنسبة لنا. يعني يبقى انت عندك في الحته دي عندك أفشة وعندك أجايي، ان شاء الله ناصر ماهر راجع. ناصر ماهر راجع، لان انا في الانترو انا سمعتك الجداول وتتابع الماتشات، لازم انت في عهد الاحتراف مدير الفني من واجبه ان هو يجهز كل القايمه مظبوط نفسيا وخططيا وبدنيا وتكتيكيا وكل حاجه، بحيث ان انا ما افضلش بقى، لان اللعيبه مش هتقدر ان انا استخدم نفس اللعيبه في كذا مسابقه في كل الماتشات، لا مش هينفع. يبقى لازم اعمل روتيشن ولازم العب كل الناس، واحنا الحمد لله كل لعيبتنا على مستوى عالي، يمكن الفروقات الفنيه حاجات بسيطه يعني. فهي دي الفتره اللي جايه مهم جدا ان احنا نشوف الكلام. طيب ليه بنتكلم على مباراة سامبا؟ لأن الخسارة ديت لها توابع ربما زادت من صعوبة مواجهة الأهلي مع فيتا كلاب ذهابا وإيابا، بنتكلم هنا. وأكيد الماتش دوت بالدروس المستفادة والكلام اللي حضرتك قلته وضيوفنا كمان من قبل، أكيد ده في عين الاعتبار وأكيد على طول ما بين عينيهم في أي مواجهات مرتقبة، حتى في ماتش طلائع الجيش احنا بنتكلم على يعني مباراة مهمة جدا يوم الحد يعني. فقول لي ازاي قبل ما نروح بقى للدوري مرة تانية وماتش الحد، ازاي نتجاوز فيتا كلاب في المواجهتين المرتقبتين كمان يا كابتن خالد؟ بإذن الله هنتجاوز، بس ازاي نتجاوز؟ دايما النادي الاهلي هو عنده الفعل مش رد الفعل، احنا مش عايزين نبقى رد فعل في اي مباراة، حتى لو يعني انت مش هتلعبي منافس اقوى منك، فليه نبقى ان احنا نازلين احنا مستنيين رد فعل؟ لا النادي الاهلي مش كده، احنا مش عايزين نستنى، احنا عايزين نلعب لعبنا اللي هو بنضغط على الفريق اللي قدامنا، بتحاولي بقدر الامكان ان انت تستغلي المميزات اللي عندك، السرعات اللي في خط الهجوم دي لازم نستثمرها يعني لازم نستثمرها. انا لما بتكلم ان احنا الماتش اللي فات لو بنلعب بثلاثه، انا كنت اتمنى ان يلعب محمد شريف ويلعب بواليا ويلعب كهربا، والتلاتة دول اسيبهم قدام وتحتيهم قفشة، والتلاتة دول اسيبهم قدام هيوقفوا لك الأربعة اللي ورا، وفي أول ما تقطعي الكورة طلعي الكورة بس لحد كل المحللين وكل الخبراء توقعوا نفس التشكيلة هتوصلي بيها للجون، والفرق الأفريقية كل ما بتلاقيكي بتهاجمي عليها وبتوصلي للجون ثقتهم في نفسهم بتقل بطريقة ده قلت آخر خمس دقايق، شفت الدربكة اللي حصلت آخر خمس دقايق؟ احنا كان ممكن نتعادل مظبوط يعني احنا كان لولا الحكم برضه. أنا وأنا قاعد بتفرج على الماتش قلت بإذن الله هنجيب جون هنتعادل، ده عشان احنا ده خمس دقايق، ده فاخر دقيقتين يا كابتن كمان بالظبط، ده دقيقتين يعني شوية انت فما بالك انت لازم تعرفي انت ايه المميزات اللي عندك، ايه الحاجات اللي تقدر تديكي قوة، الحاجات اللي تقدر تديكي قوة عندك فراودة أربعة خمسة فراودة صراع بيتحركوا لقدام، وفيهم ميزة ان هم دايما عايزين يلعبوا من ورا الديفنس، في فرق بين فيرود وده اللي بقى بيفرق في التقييم المالي يعني انا فيرود ممكن ادفع فيه 10 مليون جنيه وفيرود ممكن ادفع فيه 500 ألف جنيه، ايه اللي بيفرق؟
الفيرود اللي دايما بيتحرك من ورا الديفنس، فكل تحركاته خطوره، مش اللي بيلعب من تحت. ما هو اللي بيلعب من تحت ده متشال سهله وسهل. احنا ممكن يعني انا وهاني ممكن ننزل نستلم الكره ونسلم باصي، ما فيش مشكله، مش هنغلط في الباص. انما اللي بيتحرك لقدام بيروح واحد على واحد عايز يفوت، او بيتحرك من غير كوره لقدام عشان عايز الكوره من خلف الدفاعات، ده اللي بيبقى مؤثر. صحيح صحيح. فاحنا عندنا النوعيات دي، طاهر، كهربا، بواليا بيتحرك من ورا، محمد شريف، كلهم وكهربا اتعود. يعني يمكن كهربا ما كانش متعود على الريتم ده، وعلى اتعود دخل في القصه طب دي، فلازم تستثمري الكلام. كلمنا عن بقى تقييمك للمجموعه، مجموعه الاهلي اللي فيها سامبا، هو طبعا فيتا كلاب والمريخ، يعني خاصه ان فيتا كلاب كمان كسب المريخ في السودان 4-1. المريخ يعني احنا لا، المريخ هو بعد يعني حصلت المجموعه، يعني فرقه بعيده قوي وامكانياتها على قدها، ومش هي الحصاله. يعني هو سيمبا كسب الماتش الاولاني، كسب فيتا كلاب. لا احنا يعني هي القصه كلها باذن الله اللي هيصعد من المجموعه دي. صحيح. احنا وسيمبا ان شاء بإذن الله. الله ان شاء الله. فرقه فيتا كلاب برضو فرقه كويسه مش وحشه، ولكن احنا لو في حالتنا وزي ما بقول احنا نبقى الفعل، احنا اللي بنضغط، احنا اللي بنهاجم، لان كل دفاعات الفرق الافريقيه برضو مستواها مش احسن حاجه. صحيح. عندهم ديفوات كتيره جدا ممكن نستغلها، فباذن الله مش هيبقى في مشكله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ما يكونش في مشكله ونتصدر المجموعه ان شاء الله باذن الله. رب. معانا تليفون من نجم من نجوم النادي الاهلي، وبنتكلم على الدفاع، وهو كان صخر الدفاع النادي الاهلي في الجيل العظيم، جيل السبعينيات والثمانينيات، الكابتن حماده صدقي. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا كابتن هاني. وحشني يا كابتن. كابتن شارف. كابتن حماده ازيك حبيبي؟ ازيك؟ ربنا يخليك. الله يخليك، بالتوفيق مع الانتاج يا حماده. من اللعيبه الجامدين قوي. طبعا حماده من الناس اللي السردباكات ما كانتش بتترقص. بالظبط. خد بالك، بس السردباك ده اتولد سردباك. ايوه. يعني في المركز ده بالذات. يعني اتولد في حماده من اللعيبه. حماده بسم الله ما شاء الله. كابتن خالد انت معاك نجم من نجوم الكابتن هاني رامي. لا ده متعلم منك يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك. كابتن حماده كان يعني ليا الشرف اللي هو لعبت معاه، يعني هو اول حبيبي طبعا قبل بطل، فليا الشرف طبعا. ربنا لا الشرف ليا يا كابتن، اتعلمت من حضرتك بجد والله، وانت يعني على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي يعني انسان اكتر من رائع. جميل حماده. وعايزين حبيبي يا كابتن، عايزين ناخد راي حضرتك في النادي الاهلي. يعني بنتكلم على، يمكن اتكلمنا على مباراه سيمبا التنزاني، رؤيه برضو حضرتك والاستفاده اللي ممكن يطلع بيها دايما الماتشات اللي بيبقى فيها خساره واداء سيء، ممكن نخرج بيها بايجابيات، ازاي نخرج من هذه المباراه بايجابيات تنعكس ان شاء الله على مشوارنا في الدوري، بدايه من مباراه طلائع الجيش يوم الاحد يا كابتن. مش هتكلم على الدوري طبعا، انا هتكلم على افريقيا بالنادي الاهلي. مش هقدر اتكلم مع الدوري عشان انا شغال في الدوري. النهارده كان في مباراه بين الانتاج الحربي وانبي، مش كده؟ 0-0. 0-0. اهلا بيك. انا كنت عايزه اكلمك بس على المباراه ديت قبل الاهلي وطلائع الجيش ومشواره في الدوري. الانتاج بيعاني بشكل كبير جدا طبعا، موقوع في الجدول في خطوره طبعا. الانتاج اتاثر بشكل كبير جدا، يعني في 6 لاعبين اساسيين يمكن رحلوا الموسم بدايه الموسم. اثروا بشكل كبير جدا، ولكن احنا في عندنا تحدي ان احنا هنقدر نعمل حاجه ان شاء الله. انا شايف المستوى الفني كويس، ولكن النتائج مش مساعدانه في اخر 3 ماتشات. يمكن ربنا كرمنا بفوز على الكونه، في الكونه تعادلنا ماتش اسوان، تعادلنا مع الانتاج. بنحاول نجمع نقاط ان شاء الله مع بدايه الدور الثاني، اكيد ان شاء الله يبقى فيه. انا عندي امل الامور هتتحسن بشكل كبير باذن الله. النهارده الانتاج الحربي في المركز ال 16، فانت مطمن على الانتاج الحربي في المركز ده؟ لا طبعا، هو لسه طبعا ده مش بقياس. يمكن النهارده انا مريت بظروف، يمكن 4 كورونا منهم. صحيح. 5 كورونا وثلاثه اسيد ملعب مش موجودين. النهارده يمكن الغندور مش الاساسي، ولكن ادى مباراه كبيره حارس المرمى. الناس اللي استعوضناهم بشكل كبير، يمكن النهارده لعبت بعض اللعيبه تحت السن، ادوا بشكل كويس. الدمبي ادى بشكل كويس.
فده ان شاء الله هتبقى المرحله الجايه في هبتدي اصعد حد من الناشئين. عندي مجموعه يعني راجعه من اصابه بتاع انا عندي امل في الدور الثاني ان شاء الله اللي احنا نقدر. انتوا النهارده كنتوا قريبين من الفوز يا كابتن حماد. واحنا كابتن عندنا ثقه فيك، وزي ما حضرتك بتقول يمكن الانتاج الحربي من اكتر الفرق اللي اتاثرت في الدوري المصري خاصه بفيروس كورونا. حضرتك اتكلمت بنقطه مهمه جدا، عدد كبير من اللعيبه مشي من الفريق، ده بيأثر يعني على المستوى الفني بشكل كبير. حضرتك جيت في ظروف صعبه كمان، يعني حضرتك جيت في ظروف صعبه. البدري مشي ومساك طبعا، محمد عادل راح الاسماعيلي، موسى ديوارا راح البنك الاهلي، محمد رجب راح الجونه، يعني عندي حوالي 6 لاعبين وكلهم لعيبه مؤثره يا كابتن حماده، كلهم كان مفتاح لعب كبير جدا طبعا. لكن كلنا ثقه فيك يا كابتن، انت مدرب كبير على مستوى الفني، والنادي بيساعد بشكل كويس كاداره، واقفه معانا بشكل كويس طبعا اكيد، صبر على بشكل كبير، موافقه مع اللعيبه، اللعيبه عندها اصرار ان شاء الله لترجع بشكل كويس الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك يا كابتن. كلمنا بقى عن النادي الاهلي. طبعا الاداء طبعا ما كانش الناس كلها تحللت المباراه بشكل كبير جدا، ان يمكن الاداء البدايه نفسها ما كانتش كويسه، الناس اتكلمت على التشكيل، تغيير الطريقه، يعني النادي الاهلي لازم بيعتمد على صانع اللعب صحيح في كل الماتشات، ما كانش موجود، يعني بتلعب برضه بتكثر عدد التمريرات كتير، ففي اخطاء طبعا اكيد مستر موسيماني هيتداركها بشكل كبير جدا. هالاند يمكن بحس ما يعني كنت مذاكر الخصم ولا لا، كان مهم جدا تبقى تذاكر الخصم بشكل كبير. لكن الاهلي هيرجع ان شاء الله، هو هيوصل باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله يوصل اول كمان، مش هيوصل. الاهلي عنده عناصر، عندها خبرات كبيره اللي ممكن تعدي للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله. متوقع ايه للمباراه اللي جايه وانت بتتكلم عن مباراه قدام وصيف كاس مصر، ويعني طلائع الجيش فريق قوي، يعني عندهم كمان احمد سمير صاحب الهدافين الدوري. بص طلائع عنده لعيبه كويسه جدا جدا، برضه مر ببعض الظروف ولكن تدارك دلوقتي بيأدي بشكل كويس. الدوري كله صعب، لكن لما هاجي اقيم الجيش والاهلي، الاهلي يمكن افضل طبعا باللعيبه الموجوده، ولكن مفيش مباراه في مفاجات كتير في الدوري بتحصل. صحيح صحيح، انا عارف انك متحفظ شويه على تقييم الدوري عشان حضرتك بتشتغل فيه، وده شيء يحترم طبعا. وانا شغال في الدوري كابتن، انا عارف يا كابتن، لكن هاخدك تاني لافريقيا. ويمكن الكابتن خالد جد الله من اول حديث معانا كان بيتكلم قد ايه الامور برضو بتبقى صعبه، واكيد انت حضرتك والكابتن خالد عشتوا اجواء افريقيا، والاجواء خاصه مباريات النادي الاهلي الساعه 3، ويمكن كان معانا يعني احصائيه كده بتقول ان معظم مباريات النادي الاهلي خلال يمكن العشر سنين اللي فاتوا على مستوى افريقيا او بتلعب بره افريقيا الساعه 3 بتبقى نتائجها مش على المستوى المطلوب. برايك كان ده ليه تاثير سلبي على اداء لاعبتنا المباراه اللي فاتت يا كابتن؟ اي خصم بيقابل النادي الاهلي بيختار الاجواء الايجابيه ليه هو وتبقى سلبيه للخصم، يعني انا بيحولها لصالحه. طبعا اكيد. يعني انا فاكر مره منتخب مصر بنلعب جيبوتي يعني. جيبوتي لعبنا الساعه 1:30 الظهر على الترتان بدرجه حراره فوق ال 45. يا نهار ابيض. يعني بتنزل، ما كل واحد بيختار يعني ايه ازاي تتعب الفرقه اللي انت هتلعب، واستغل نقطه بلس بالنسبه لي. بالظبط. اتفضل يا كابتن. وده الخبرات الموجوده في لعيبه النادي الاهلي، هي واخده على الظروف كلها، يعني واخده على تلعب في كل الاجواء، ده الطبيعي. صحيح. طبيعي ما اقدرش ما اطلعش اتكلم على ان الجو حر، انا عارف. ما طبيعي ما اطلعش اتكلم ان في امطار غزيره او في ارضيه. خبرات اللعيبه المفروض انت تعمل انتقاء للعيبه عشان المواقف الصعبه اللي زي دي. صحيح. مش كل ماتشاتي في افريقيا هلعب في جو حلو او ارض جميله لا. مظبوط. انت انتقائك للعيبه بتختار لعيبه على خبرات كبيره جدا مرت بالظروف دي قبل كده. مستر موسيماني مر بالظروف دي كلها. اكيد. يعني انا ما بحبش اتكلم دايما على الاجواء
المحيطه بالمباراه. تبرر يعني تبرر الخساره بس يعني احنا ما بنبررش يعني، خلي بالك يعني احنا مش بنبرر بالعكس يعني بالظبط يعني احنا بنقول كده، احنا بنشرح للناس لكن ده مش شماعه نقول اصل الجو كان حر اصل الجو كان برد. تفتكر حضرتك كابتن محمود الجاري كان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا هو انت محارب دلوقتي، انت لو عندك حرب وقال لك اطلع بالليل والجو بيمطر مش هتطلع، او لو انت الجو درجه الحراره 45 مش هتروح، فالعمليه كلها تتوقف اكيد على اللعيبه يعني. انا بحب انا اروح اغوص في المشكله نفسها يعني، احط ايدي على ايه اللي حصل بالظبط عندي بالظبط، ما بحبش اقول في كذا في كذا في كذا، ده على الكل. صحيح صحيح، ده النادي صغير يقول كلام، لكن النادي كبير والاهلي الزمالك منتخب مصر لازم تبقى انت واخد على كل الاجواء دي. صحيح. وتقدر تلعب في اي وقت واي جو. البطل دايما كده. مظبوط يا كابتن مظبوط، والاهلي قادر على كده، قادر يعمل الحاجات دي كلها ان شاء الله. وانت كمان قادر يا كابتن ان شاء الله تمر بالازمه للانتاج الحربي، كلنا ثقه في حضرتك، وباذن الله زي ما حضرتك قلت الدور الاولاني تجميع نقط، وان شاء الله الدور الثاني نشوف نتائج افضل ونتائج تليق باسمك يا كابتن حماده. ربنا يخليك يا يعني، ربنا يخليك. لا نورتنا وشرفتنا، شكرا كابتن حماده، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كابتن حماده. نرجع تاني نتكلم عن الاهلي ومجموعته في افريقيا. الاهلي خاض مباراتين من 6 منافسات افتكر في نفس المجموعه، حصل على يعني 3 نقاط فقط وهو الثالث في المجموعه. عايزة حضرتك برضو كابتن خالد ترتب لي الأهلي في مجموعته، أو ترتب المجموعة كلها بعد ما الماتشات تخلص؟ لا دلوقتي في الوقت يعني بعد ما الماتشات تخلص، أو توقعاتك يعني. لا أصل يعني احنا سيبك من الترتيب دلوقتي، ده عدى ماتشين لسه 4 ماتشات، فهو الترتيب دلوقتي مش احنا دلوقتي التالت. مش مشكلة التالت، ما في يعني ما فيش مشكلة، احنا التالت متساويين مع سيمبا بـ3 نقاط، وسيمبا بـ6 نقاط، وفيتا كلاب بـ3 نقاط. احنا لسه بدري، لسه 4 ماتشات يعني 12 نقطة. وبعدين الفرقة اللي احنا متساويين معاها لعبها ماتشين ورا بعض، مظبوط يعني لو دوسنا عليهم في الماتشين خلاص يعني انتهت. انا يعني هي حته الترتيب دي نسيبها لما الماتشات قبل ما يعني زي ما بقول لك انا باذن الله احنا هنبقى اول مجموعه وسيمبا هتبقى الثاني باذن الله. احنا اول المجموعه وسيمبا هتبقى الثاني باذن الله. توقع كابتن خالد جدله، عشان بس لو صدقت هنديك انت حضرتك الجايه. انا معاكم صدقت في حاجات دي حقيقة. دي حقيقة. ده حقيقة. ده حقيقة. يعني حاجات قلناها قبل كده بتتحصل. صحيح صحيح. الكابتن المشوار العشرة صعب، ومشوار البطوله الافريقيه مش يعني، خلينا نتكلم بكل امانه، الطبيعي ان النادي الاهلي يتاهل عن المجموعه ونخش دور الثمانيه باذن الله. رؤيتك للشامله من خلال متابعتك للتشامبيونز ليج الافريقي، مين من الفرق اللي كانت بالنسبه لحضرتك مفاجاه انها حتى تكون في دوري المجموعات؟ لا هو يعني فرقه مفاجاه الترجي يعني في فرق اللي هي على طول بتوصل، هي موجوده يعني الترجي موجود، مازيمبي موجود، الوداد موجود، هي الفرق دي هي اللي لكن خروج الرجاء هي هو اللي كان مفاجاه عن مع الفريق السنغالي ده متواضع المستوى. انا اتفرجت على الماتش اللي فات الزمالك التعادل خارج الارض صح؟ مش خارج يعني دي خساره يعني، هو مش هو تعادل خارج الارض ده كويس نقطه، بس لما بتلعب فرقه جامده، انما بتلعب فرقه ضعيفه لا، يبقى التعادل بطعم الخساره يعني. الزمالك انا اكنه خسر الماتش سهل جدا، مجموعه اتعقدت كمان، مجموعه اتعقدت كان ممكن يريحوا نفسيهم يعني. انا ما اعرفش دول طلعوا الرجاء ازاي، تونجيت دي طلعوا الرجاء ازاي، انا مش مفاجاه انما هم بعاد جدا، وانا بشبههم بالمريخ اللي في مجموعتنا يعني حاجه. ف البطوله السنه دي هتبقى قويه جدا، بالذات في الادوار اللي بعد كده، من منطلق ان النادي الاهلي هو بطل البطوله اللي فاتت. فبرضو انت الاتحاد الافريقي بيبقى عايز فرق مختلفه تكسب يعني، دي نقطه مهمه جدا يعني بالاتحاد الافريقي. السنه دي مثلا، السنه اللي فاتت الاهلي كان بطل افريقيا، السنه دي عايزين حد تهم، عايزين حد تاني، الفرق الثانيه هتقاتل، يقول لك الاهلي ما خدها السنه اللي فاتت ليه ما ناخدهاش احنا. ففي الادوار اللي جايه الماتشات هتبقى صعبه شويه. تاثير ضغط المباريات وتلاحمها، انت خلاص يعني تقريبا انت كل يومين هتلعب تقريبا مباراه، ممكن ياثر على اللعيبه كابتن، ممكن ياثر على الاداء وبالتالي النتيجه؟
هو ممكن يأثر طبعا لو كل يومين هتلعبي بنفس اللعيبه. ما هو الكلام ده احنا قلناه يمكن من شويه ان لازم يبقى اكتر من لاعب في نفس المركز جاهزين، بحيث ان انت تقدري يبقى في حريه عند المدير الفني ان هو ممكن يريح وان هو يعني يعمل روتيشن بحيث ان الناس كلها تشتغل ويبعد عن موضوع الاجهاد والارهاق والاصابات بالنسبه للعيبه. فهي دي شطاره المدير الفني في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب. والماتش مثلا اللي فات شفنا محمود وحيد، يعني علي معلول صحيح في المريخ كان مش موجود، او محمود وحيد حط رجله وظهر بشكل كويس. ويمكن انا في حلقه برده معاكم من قبل كده قلت لازم محمود وحيد لازم ياخد حيله شويه، وقلت لازم ياخد ماتشات عشان يبقى جاهز، لازم ياخد ماتشات عشان تبقى رجليه في الملعب. صحيح. ولما اهو ابتدى ياخد ابتدى بقى عندك باك ليفت تاني، يعني خيار تاني قدامك وتألق مع علي معلول مع ايمن اشرف، كل الحلول دي بتريح المدير الفني. طيب في جزئيه يعني عايز اخد راي حضرتك فيها. محمد شريف، محمد شريف كان متالق بشكل اكتر من رائع، غيابه في بعض المباريات تفتكر انه اثر حتى على مستواه وثقته في نفسه؟ ومن الواجب يعني رؤيتنا الفنيه، هل من الضروري الدفع بمحمد شريف في فترات اطول من المباراه او بدايه مباراه عشان يستعيد كمان ثقته بنفسه ويكون عامل ايجابي يستفيد بيه فريق النادي الاهلي؟ طبعا اوحش حاجه بالنسبه للعيب الكوره، لان لعيبه الكوره دلوقتي بتحس بنفسيها انا كويس ولا وحش، يعني هم اول ناس بيحسوا بنفسيهم. واوحش حاجه على لعيب الكوره لما يكون كويس ويقعد، دي بتبقى صعبه جدا، بتحتاج وقت عشان يرجع. عارف لو لعيب وحش وبتقعده ده طبيعي، هو بيبقى عارف ان ده طبيعي، انما اللعيب يكون بيأدي كويس. محمد شريف كان ماشي بشكل كويس جدا وكان بيأدي بشكل كويس جدا، حتى بعيد ان هو بيحرز اهداف او ما بيحرز، لا مجهوده كويس، تحركاته من غير كوره كويسه، بيفتح مساحات حتى اللعيبه اللي جايه من نص الملعب، فكان ماشي بشكل كويس جدا. لما يلاقي نفسه ان هو قاعد، انا طبعا احنا بنتكلم من بره ولكن الجهاز الفني هو جوه، ممكن يكون الاسباب عندهم هم، ولكن هي بتبقى صعبه جدا على اللعيب، لعيب الكوره لما بيكون كويس ويلاقي نفسه قاعد، بيبقى محتاج ان هو، عشان كده وقت واجب ان هو بيخش بقى على الكلام. وبصراحه يعني هو شكله كويس ومستواه كويس ويعني مطمئن، فانا شايف برضو ان هو لو اخد في الوقت دون هيرجع تاني وهيبقى قوه مؤثره في هجوم النادي الاهلي. نفس الكلام ده ينطبق على ديانج؟ نفس على ديانج طبعا نفس الكلام. يعني هي لانه برضو قعد شويه وبعدين يعني في عدد من المباريات ريح فيها، وزي بس عايزين نفرق بين ان المدير الفني بيقعد واحد يريحه والمدير الفني بيقعد واحد يستبعده، يعني هي دي فيها ليها فرق. فممكن مثلا ديانج لعب شويه كان بينزل اخر ربع ساعه يعني، وكان بينزل وفي ناس تانية بتادي يعني. بالظبط اللعيب اللي هيدوس في الملعب، لان اللعيبه دلوقتي اللي بيجيبها الماتشات صح، مش زي على ايامنا. انا عن نفسي مثلا لما كنت ابعد عن الكوره ارجع ابقى هايل والله، بتبقى صعبه يا كابتن. لا سبحان الله، ابعد ارجع حاجه ما عندكش فكره بقى، يعني بص ما عندكش فكره. انما دلوقتي اللعيب اللي بيجيبه الماتشات مظبوط، لو بعد لا بيقل كتير جدا، بيتاثر وبيقل كتر اللعب، كتر اللعب بيجيب الثقة كمان طبعا أكثر. بيدي الثقة بيعالج بنفسك وبيحسسك بيعالج الأخطاء. لعيب الكرة بيعالج نفسه، يعني وموقف اتعرض له غلط فيه بيخزنه، يعني احنا في علم التدريب بيقول لك في الذاكرة الحركية بيحطه. صحيح. وبعدين لما يجي له الموقف تاني بيسترجع التصرف المظبوط ازاي، يعني فهو اللعب. دلوقتي لعيب الكرة اللي بيجيبه الماتشات اللي بيبعد بيقل كتير جدا. طيب هنقف عند هذا الكلام، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بنكمل كلامنا مع النجم الكبير كابتن خالد جدل في البيت الكبير. كنا سألنا سؤال مع بداية الحلقة، وهو توقعك أو توقعك لنتيجة المباراة، مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الحد اللي جاي على استاد القاهرة، على الأهلي ويسلم. والحقيقة احنا عايزين نتكلم عن توقعات حضراتكم ونناقش الإجابة ديت مع كابتننا الكبير اللي مشرفنا النهاردة في البيت الكبير كابتن خالد جدلة، اللي انا برحب بيه مرة تانية. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. انا هطرح السؤال وحضرتك تسمع معنا الأسئلة، وعشان يعني نفس السؤال ونتناقش بقى في التوقع ده. هنستعرض بعض الإجابات، بنبدأ بالفيسبوك كالعادة. وصبحي خميس اول واحد معانا، استاذ صبحي بيقول لك 3-0 للاهلي ان شاء الله بواليا وكهربا وقفشه، ده استاذ صبحي. استاذ حمدي عبادي قال توقعي فوز الاهلي ان شاء الله 2-0.
زياد إيهاب قال لك 3-1 للأهلي إن شاء الله، ده على فيسبوك يا كابتن. على تويتر كان في يوسف حمدي بيقول إن شاء الله 3-0 للنادي الأهلي. في محمد ميدو بيقول نفس النتيجة 3-0 للنادي الأهلي. على تويتر كلهم ماسكين 3-0 يا رب إن شاء الله. في أحمد طارق كمان بيقول نفس النتيجة، فوز النادي الأهلي بإذن الله 3-0. سعيد علي قال 2-0 إن شاء الله، ده على إنستجرام. محمد دعبس 2-0 للأهلي. زياد ماهر 3-0، قال لك هيجيبهم شريف وكهربا وقفشة يا رب إن شاء الله. إسلام خالد بيقول 2-0 للأهلي. كابتن خالد، لا أنا معاهم بس يعني النتيجة، بس أنا معاهم بإذن الله الأهلي، بإذن الله إحنا هنكسب بإذن الله. ويمكن حظ طلاع الجيش وحش إن ماتشهم معانا جاي بعد الخسارة من سيمبا، لأن أنا متوقع إن بإذن الله اللعيبة هتبقى نازلة مركزة، عايزة طبعا مركزة بشكل كبير جدا، عايزة تنسي الناس الهزيمة بتاعت سيمبا. وبإذن الله لا هنكسب بإذن الله. بس يعني كل ما نجيب جون بدري الماتش يتفتح. كنت لسه هكلم حضرتك في النقطه دي، ونقطه مهمه جدا. ساعات كمان النادي الاهلي، واقرب مثال كان حتى مباراه المريخ عملناها بشكل جيد، لكن الشوط الاولاني مسيطرين، لكن وفي بنخلق فرص لكن ما بنحرزش اهداف. اعتقد في المباريات ديت المنافس لما بتتاخر في حسم المباراه بشكل او باخر المعنويات بترتفع بتاعته، وشفنا ده مع طلاع الجيش في مباراه نهائي كاس مصر. طبعا يعني في مباراه النهائي ركلات ترجيح كسبنا بركلات. كل ما الوقت بيعدي، لان احنا نحط نفسينا مكان عبد الحميد بسيوني اللي هو المدير الفني بتاع طلاع الجيش، هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم اول 20 دقيقه ما يجيش فينا جوان، كله يبقى فيه تمركز كويس، مش هنهاجم، هنقف وهندافع ونخلي الكرة بقدر الإمكان بعيدة عن، يعني هو يبقى كل الكلام بتاع طلاع الجيش إن هم إزاي يطلعوا بالتعادل، أو لو قدروا إن هم يعني عن طريق هجمة مرتدة يكسبوا، ولكن الهدف الأساسي هو الدرون. عشان كده فرقة النادي الأهلي كل ما بإذن الله ربنا يكرمنا ونجيب جون بدري الماتش هيتفتح والماتش هيبقى سهل بالنسبة لنا. إنما طول ما الوقت بيعدي والنتيجة 0-0 بتصعب الامور عليك، بتصعب الامور. ده برضو بيدينا حاجه بالنسبه للناس لعيبه النادي الاهلي والمهاجمين بتوعنا، ان ازاي استثمار الفرص، ازاي الفرصه اللي تيجي استغلها. مفيش حاجه اسمها اضيع واللي جايه واعوض، لا لا لا، اللي بتيجي ممكن ما تجيش غيرها. ده بقى ملاحظ يا كابتن خالد في الفتره الاخيره بالظبط، تفويت الفرص والفرص الضايعه دي بقت كتير جدا يعني. فهي دي ما ينفعش تبقى موجوده مع لعيبه النادي الاهلي. الفرصه بتيجي لازم استغلها بشكل كويس جدا. واكيد مستر موسيماني اشتغل مع اللعيبه برضو من خلال التدريبات على اهدار الفرص ده بشكل كبير. يعني الكلام ده بيبقى ليه تدريبات، ازاي تودي الفروت كتير للجون، ازاي يبتدي يبقى عارف ان هو لو هيحط الكره فين، الناحيه دي في الزاويه دي او في الزاويه دي. فانا اتمنى ان باذن الله الفرصه اللي تجيلنا نحرز منها على طول. طيب فريق طلائع الجيش فريق قوي جدا، ده فريق هيلعب السوبر وصيف كاس مصر، عنده 2 من اللعيبه لاول مره من فترات بعيده جدا بيختار 2 من طلائع الجيش يشاركوا مع منتخب مصر، مهند لاشين واحمد سمير زي ما قلنا هداف الدوري. فشايف ان كل دي مؤثرات ممكن ده ياثر على الاهلي باي شكل من الاشكال ولا لا؟ لا مش هيأثر، على المفروض ما يأثرش خالص على الاهلي ولا نبص له اساسا. يعني ما نتعبش نفسينا فيه يعني في التفكير فيه. ما هو طلائع الجيش ابتدى برضو بشكل وحش جدا، يعني احنا لو قلنا ابتدوا الدوري بشكل طبعاً وحش وبعدين النتائج ابتدت تتعدل. فهي القصه كلها عندنا احنا، ربنا يسهل اللعيبه تكون في حالتها مركزه، مش عايزين بقى 100% من المجهود، لا احنا عايزين 200% من مجهودهم في الماتش ده بالذات، عشان زي ما قلت يعوضوا الماتش بتاع سيمبا ويمحوه من الذاكره بتاعت جماهير النادي الاهلي. وتتصدر انت عندك لسه المفروض تتصدر. هنتصدر ان شاء الله، هنتصدر باذن الله طبعا الدوري احنا. لا طبعًا. انا قلت برضو معاكم في حلقه قبل كده، انا قلت بيراميدز بعيد هيبقى بعيد، وكان الكلام ده من بدري. حاجه لحضرتك تقريبا 90% من حضرتك اللي قلته على مشوار الدوري بيتحقق خلال الاسابيع ديت. لكن قبل ما نخش يعني مشوار الدوري حضرتك شايفه ازاي، وخاصه النتائج بتاعه النهارده دي جزئيه اللي هتكلم فيها قبل كده، ان دايما موضوع نحترم الفريق ودايما بندرسه، لكن يعني احنا النادي الاهلي واحنا اي مباراه نخشها لازم يبقى احنا الاقوى واحنا اللي بنحط رتمنا. الجزئيه دي يعني
ما عملناهاش في البطوله الافريقيه او في مباراه سيمبا. بدايه من طلاع الجيش نستمر بيها بهذا الشكل وتبقى سيمة بقى عندنا حتى نلعب بره نلعب جوه، يبقى هو ده شكل النادي الاهلي. حضرتك لغايه دلوقتي شايف ان هذه الشخصيه اللي اتكلم عليها موسيماني، لانه اتكلم على جزئيه قال لك انا لسه برضو مش مبسوط بالشكل العام لطريقه الاداء، امتى نوصل للنقطه دي يا كابتن؟ وهل في بعض الصفقات اللي ممكن تسرع من العمليه للوصول لهذا الهدف؟ يعني شايف في ممكن حاجه ناقصه في فرقتنا ممكن تزيد في خلال الانتقالات؟ طبعا لسه الموسم اللي جاي، الموسم اللي جاي يعني هيبقى بدري لو قلنا على الموسم اللي جاي، يعني طبعا لما بتكلم في حاجه يعني ايه اللي ينقصنا عشان نعمل ده؟ لا احنا ما ينقصناش حاجه لغايه دلوقتي، احنا ممكن على مستوى الدوري العام نعمل الكلام ده بشكل مثالي سهل جدا، لان هي كره القدم ما فيهاش مفاجآت دلوقتي، هي امكانيات لعيبه بتحطها في كفتين ميزان، امكانيات لعبتنا مع امكانيات لعيبه اي فرقه في الدوري ده ميزان، فما فيهوش يعني ما فيهوش كلام يعني محتاج قرصه يعني محتاج دوسه، ان الدوافع طبعا تكون موجوده. وسيد عبد الحفيظ بيعجبني جدا ان هو كل فتره بيقول لك احنا هنخلق دوافع جديده للعيبه، وده كلام مظبوط مليون في الميه، لان اي لعيب كوره لو ما خلقتلوش دوافع جديده يقدر ان هو يشتغل على نفسه عشان يوصل لها، هتبقى العمليه هيقف في مكان. فلعيبه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي عمره كده، لا انا باذن الله على مستوى الدوري باذن الله تعالى احنا بنملك الشخصيه الاقوى، لان عندنا الامكانيات الاعلى من ناحيه اللعيبه ومن ناحيه الجهاز الفني ومن ناحيه الاداره ومن ناحيه النادي ومن ناحيه الماليات، يعني حاجات كتيره جدا ورانا جماهير احنا نمره واحد والجماهير بتاعتنا صحيح. فانت كل الفاسيلتيز عندك يعني، فباذن الله ما فيش اي مشكله، بس هي المشكله الحاجه الوحيده ان في اي ماتش لازم نجيب جون بدري، جبت جون بدري الدنيا بتتفتح والماتشات بتبقى سهل، انما لو الوقت بيعدي بتبقى الامور فيها صعوبه، مش صعوبه ممكن بنحلها برضو ولكن بتبقى متاخره شويه، ولكن نتمنى من اول دقيقه. وبعدين احنا كمدربين دايما بنقول للعيبه ابذل اقصى ما عندك لغايه ما تتعب وقول لي اطلعك صح. هي دي الامانه كمان، ان انا ما انزلش العب نص نص. انا بزعل جدا لما بتفرج على ماتشات الاقي اللعيبه بتنهكش، طب ما بتنهكش ده مفيش جري تعملش اللي عليها بره، واكيد انت طبعا الكلام ده عارفه اكتر مني يا هاني، بيتحاسبوا بكام كيلو جريتيهم. يعني انا مثلا بلعب في نص الملعب، انا رحت في نادي توتنهام من 8 سنين كده، عملت معايشه هناك، قعدت شهرين في النادي معاهم، بيحاسبوا بالكيلومتر الجري طبعا. انا بلعب في نص الملعب، احنا في احتراف دلوقتي، انا باخد فلوس وعقود مظبوط، يعني كلام تاني مختلف تماما. الدنيا جميله معايا يعني. المدير الفني بيجي يقول لي انت بتلعب في نص الملعب، انت هتجري من 9 كيلو ل 11 كيلو مظبوط، لو جريت اقل من كده بتخسر، بدفع فلوس. وبعدين دايما انا بقول ايه، الجري ما فيهوش توفيق وعدم توفيق، الكوره ممكن انا النهارده مش موفق في باصه في شوطه في انفراد ضيعته، ده توفيق وعدم توفيق ماشي، انما الجري مجهودك في كل الاحوال، انا النهارده موفق صح فبجري، انت قادر النهارده مش موفق فمش هجري، عندك الرغبه وما عندكش الرغبه، بتنزل بتجري ليه بقى؟ كل ما هتجري يبقى كل ما هتستلم الكره اكتر، كل ما انتاجك هيبقى اكتر، كل ما الناس هتقيمك احسن، انت هتعلي سعرك لان انت بتستلم الكره كتير وبتتصرف فيها كتير، يعني دي قصص. فانا في ماتشات بتفرج ده ما فيش ولا نهجان ولا عرق في الفريق، ده على مستوى الدوري، على مستوى الدوري. طب ايه رايك بقى في مستوى الدوري لغايه دلوقتي؟ عشان التفاوت في المستويات انت في تفاوت كبير جدا، وانا في حلقه معاكم من شهر او شهر اكتر، انا قلت احنا باذن الله ما عندناش مشكله في الدوري باذن الله تعالى، النادي الاهلي في حته تانية خالص، المنافسه الزمالك اللي في وقت معين وهيبعد، ويعني الوقت ده جاي قرب، يعني خلاص هو ممكن بالرغم تصدره لغايه دلوقتي هو فرق ثلاث مباريات شهر من دلوقتي. طب ماشي شهر من دلوقتي ماشي، الاهلي هينفرد باذن الله تعالى ان شاء الله، بقيت فرق الدوري بقى هتقعد تصارع بقى مع نفسها كده، مين اللي هينزل ومين اللي في النص، والادي كل شايف مين الحصان الاسود في الدوري الموسم ده كابتن خالد؟ سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا عشان جابوا لعيبه كويسين، وبعدين اصل احنا عندنا لغز في الدوري بتاعنا. ايه هو بقى اللغز؟ ان بعيدا عن الاهلي
ماتشات الاهلي يعني اي فرقه بتلعب الاهلي ده قصه تانية ليه سيناريو وليه تجهيز انما الفرق بقى اللي بتاعه النص دي لما بتلعب مع بعض بيلعبوا بعض جيمات كلها مفتوحه وزي ما تكون تقسيمه في تمرين فاللي بيستثمر فرصه النهارده فبتبقى اي فرقه ممكن تكسب اي فرقه 50-50 النهارده يعني النادي الاتحاد الاسكندري في الدقيقه بلس 90 جاب 2-1 على دجله اللي كان متفوق بشكل واضح 50-50 يعني قبل الماتش ممكن الاتحاد الاسكندري يكسب وممكن وادي دجله يكسب مزبوط. وانت بتستنى بقى التوفيق كان مع الاتحاد في اخر دقيقه جابوا جول يعني هي كل الماتشات 50-50 فالفرقه اللي بتركز شويه وهي بتدافع تمركزها بيبقى كويس شويه وتقدر توصل للجول وتستثمر فرص بتكسب اي اسوان ممكن يكسب الاسماعيلي صح الاسماعيلي ممكن يكسب الاتحاد بس ده كويس كابتن سيراميكا ممكن يعمل ده كويس في الدوري ان ما ان 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 ممكن كل الفرق تكسب بعض ده يعني بيدل على ايه يدل ان في ده شغل مدرب في موتيفيشن زياده في مدربين صغيرين بدل انا اقيمه لما يلعب الاهلي ويكسب لما يلاعب انا اقيم كده لا انما التقييم ده الفرق اللي في النص دي اللي كلها شبه بعض قريبه من بعض قريبه من بعض خلاص انت يعني انا اقول لك ايه هاني يعني أنا يعني بعيد عن النادي الاهلي لوحده لكن الفرق دي كلها متقاربه يعني ما فيش فروقات كبيره ما بين ما فيش فروقات كبيره يعني انا اقول لك يعني النادي الاهلي بيلعب اي فرقه في الدوري 90% النادي الاهلي يكسب و10% الفرقه الثانيه الزمالك بيلعب اي فرقه في الدوري بعيد عن الاهلي والاهلي بعيد عن الزمالك أيوة انا بعيد عن ماتشات الاهلي والزمالك لو ليها مقاييس ثانيه ومعايير ثانيه الاهلي بيلعب اي فرقه في الدوري 90% يكسب و10% يتعادل او يخسر الزمالك بيلعب اي فرقه في الدوري غير الاهلي طبعا 60% يكسب و40% يخسر او يتعادل انا بوري لك التفاوت في ما بين الاهلي والزمالك الفرق الثانيه 50-50 اي فرق ثانيه بقى احنا سيراميكا في المركز 50. الخامس المصري في المركز الرابع وبكره بينهم بين بعض ماتش وبينهم بين بعض نقطه هيبقى ماتش سيراميكا 20 ماتش برضو توقعاتي مفتوحه وممكن سيراميكا تكسب يعني الاثنين 50 قريبين قوي 50. قوي يعني 20 21 انا زي ما بقول لك بتبقى تقسيمه في تمرين انا معلش يمكن كلامي يبقى صعب شويه بس هي دي حقيقه بس ده كلام واقعي انا لما بتفرج على الفرق اللي بتلاعب بعض دي في اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي كلها 50 50 نفس النسب انت بتلاقي ناس بتهاجم على جون الكره بتتقطع بتلاقي ناس واقفه الناحيه ناس بتهاجم ونص الملعب كله فاضي بيراميدز والجون اللي شفتهم النهارده 80 ياردة بس النقطه اللي لسه سام بيتكلم عليها فريق زي بيراميدز اعتقد عنده من اللعيبه عن لعيبه كويسه ولعيبه على مستوى الدولي عقودهم كبيره جدا من اكبر عقود موجوده يمكن في الدوري المصري بيلاعب نادي الجونه اللي انا شايف انا في وجهه نظري من افضل الفرق لغايه دلوقتي على مستوى ثبات المستوى النتيجه حتى 1-1 بيراميدز والجونه ما كانتش مفاجاه لحضرتك لا برضه ما كانتش مفاجاه وانا كنت عارف الجونه هتعادل يعني ليه بيراميدز كسبان بيراميدز عنده انا معاكم قبل كده قلت لازم لهم كل يوم دوافع جديده او يعني هم ما عندهمش جمهور يعني الناس راحه على بطولات يا كابتن لا بطولات لا بعيد لسه الناس راحه على بطولات لسه بدري لسه بدري انا يعني وحتى الاستثمار الاموال اللي بتضخ مش على قد المردود اللي الواحد بيشوفه يعني اموال بتضخ بشكل رهيب جدا مش هو ده اللي تناسب المردود اللي الواحد بيتفرج عليه اداره فنيه يا كابتن ولا يعني دي مدرب اللي يقدر يطلع التوليفه دي ويقدمه بشكل افضل ده على مستوى الاداره لا الفنيه لا هم عايزين مدرب بشخصيه معينه مش شخصيه هاديه لا مش هتمشي يعني الشخصيه الهاديه اللذيذه دي لا مش هتمشي هناك مش هتمشي مع بيرم عايزين واحد اجريسيف شويه قوي شخصيته جامده شويه بيشتغل في الملعب شغل اللعيبه تحس ان هم هيستفيدوا منه فيسمعوا كلامه ويبقى في حب واحترام ويكون قوي الشخصيه ويخلق دوافع جديده كل ما هو دي الدوافع الجديده كابتن هنتكلم على مستوى طبعا مش مستوى الفني على المستوى الفني حضرتك قلت مدرب يكون حازم شويه على مستوى مش شايف ان يمكن على المستوى الطموح اللعيبه نفسها انا بلعب في نادي مش جماهيري باخد فلوس كويسه انا اتعودوا بالنسبه لي الموضوع ما فيش حد بعد ما اخرج هيقول لي او ما فيش ضغوط بمعنى ضغوط ان انت الضغوط الايجابيه اللي انت بتخاف ان انت لو اتغلبت ماتش في لا ناس بره مستنياك ده جزء من طبعاً. عدم وجود الروح ديت في بيراميدز يعني الدوافع دي مش موجوده
بس بقى في نفس الوقت يعني انا كنت اكمل كلامي، جزء فني، مدرب شخصيته قويه بشغلته، مدرب مش واحد يعني شغلته مدرب، انت فاهمني يعني. انا فهمت كويس، بحيث ان اللعيبه يعني تشوفه ما حدش يفتح بقه ويتعلموا ويعرفوا ان هو هيثقلهم، واللي ثمنه مليون هيخلي ثمنه 10 مليون، ولعيب الكره دلوقتي لما بيحس بكده بيلتزم بيشتغل صح. نمره اتنين بقى حته اداريه، طب انا اديتك فلوس كتير، طب لما ما تاديش وتديني نتائج ادفع كتير. برافو عليك، عمليه سهله جدا، بس انا يمكن عشان في الشغل اتعودت على احتراف قوي يعني، يعني او انا بحب كلام كده، كلام مظبوط. انا بديك فلوس مش هتادي ادفع فلوس، ما انا وما هي تخسر مني. مش سوري يعني، هي مش، انا بحس ان اللي بيروح هناك خلاص هو رايح حته بياخد منها فلوس، هو ده الفكر يعني، انا باخد فلوس وعقدي طيب، لو مع ما اديتش، لو ما جبتش جوان، لو ما جريتش، لو ما دفعتش كويس، ما فقصادها ادفع بقى فلوس. وانا يعني انا نظام الكوره في مصر على يعني برضو الانديه بتصرف فلوس كتير جدا يعني، ميزانيات رهيبه رهيبه. انا كنت انسب وضع لينا ان مثلا في مصر، في مصر على المستوى حتى الفني اللي انا بشوفه، لان انا بقعد برضو الحته الاداريه عشان انا بكروس تجاره، فبرضو في الحتت دي الواحد، انا لو عندي 30 لعيب مش مهم يكونوا كلهم محترفين عقود احتراف، لا انا عندي 10 محترفين بعقود احتراف، احتراف يعني ياخد فلوس وهيأدي، و10 هواة. بس الكلام اللي بقوله ده صعب، ده عايز ناس بقى بتشتغل في الكوره يعني مخها في الكوره، هو ازاي كده 10 ناشئين يعني عقودهم ما تبقاش محترفين، ليهم عقود بس مش بنفس القيم، مش بنفس المبالغ دي، مش بنفس المبالغ دي، مش بنفس المبالغ دي يعني، بمبالغ اقل كتير كمان، و10 ناشئين. يبقى انا كده بص شغال في كام كام يعني انت، لا لا بس الكلام اللي انا بقوله ده عايز ناس بتحب الكوره وبتفهم في الكوره وعايزه تشتغل، هيبقى يومها كله كوره، بتشتغل صح يعني، بتشتغل مش فهلوه ولا كلام ولا لا 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 لا. هتلاقي الانديه وفرت فلوس كتير جدا رهيبه، تمام، 10 لعيبه بس محترفين هم اللي بياخدوا الفلوس كويسه، وفي نفس الوقت يدوك مردود كويس ويكونوا يستاهلوا الفلوس دي، و10 هواة بعقود تانية اقل، و10 ناشئين، كل فرقه مرتبطه تطلع 10 لعيبه ناشئين عشان حتى اعمل مستقبل للعبه، يعني اطلع اجيال جديده، ادي امل للعيبه الصغيره دي ان هي ممكن تلعب، لان هقضي على 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 حته ان انت عندك وكيل هجيبك، ما عندكش وكيل هبطلك يعني في حاجات. طب الحاجات الارقام دي يا كابتن ما تنفعش تبقى على مستوى العقد نفسه، ما ينفعش ده يبقى هتديني هتشتغل قبل ما اديك فلوس. يعني عندنا هنا مشكله ان اللعيب لما بيمضي عقد يقول لك انا عايز من دلوقتي انا عايز 50% من عقدي، الكلام ده مش موجود بره نهائي. يعني انا ما عملت عقد هتديك ديبوزيت انك بتبدا انت مضيت على حاجه، لكن انت لازم علشان تاخد فلوس كتير لازم تلعب ماتشات كتير وتبقى في مركز متقدم عشان تبدا تاخد العقد بتاعك. هنا في مصر يمكن الامور مختلفه شويه، ان العقود بتتقسم على عدد الشهور، يعني انت عقدك مثلا 10 مليون في السنه، كل يعني كل شهر هديك مليون او يعني بتتقسم بطريقه ملهاش مردود فني، لعبت او ما لعبتش او في جزء مشاركه اللي هو 25 في الاخر. وصدقني دلوقتي معظم الانديه اللعيبه بتطلب لا الغي لي بند المشاركه. فانا في رايي ان تطبيق الاحتراف بمعنى انك بتاخد فلوس كتير قوي شغاله في مصر بشكل خاطئ، انك بالزبط. لازم الاول تشتغل وتطلع انتاج، ومن خلال الانتاج ده كل ده مكتوب في العقد. أيوه. انت اول هتفضل اول على طول هتاخد فلوس، لعبت ماتشات كلها هتاخد فلوس. أيوه. اجت هتاخد فلوس. والعكس صحيح، لا انت بتتغلب هيتخصم منك فلوس او مش هتاخد فلوسك، في مركز متاخر لا مش هتاخد فلوسك. فالحته دي برضو عايزه اداره شويه على مستوى احترافي في تنفيذ عقود اللعيبه يا كابتن. طبعا انت بتتكلم كلام 10 على 10. النقطه دي مين اللي يواجهها؟ يعني هل اتحاد كوره بيحط الكلام ده؟ اداره النادي لا، ما ممكن اتحاد الكوره يحط لك شروط الناس كلها تمشي عليها يعني. مش كل نادي لوحده، لا اتحاد الكوره لو هو بقى بيشتغل كوره صح وبيشتغل فاهم كوره صح
وبيشتغل المصلحة العامة مش لمصالح شخصية ولا الأغراض شخصية ولا الانتخابات ولا القصص بقى اللي احنا عايشين فيها بقى لنا 20-25 سنة يعني اللي عمالين بنلف وندور حواليها. لو هنشتغل كرة مظبوطة فنقول كلام جديد، نقول أفكار جديدة. احنا البلد دلوقتي بتحسن ليه؟ يعني بلدنا الحمد لله الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرات رهيبة، يمكن في ناس بتحسها وناس مش حساها. ليه؟ لأن الناس اللي بتشتغل واللي بتفهم جت في أماكنها، ففي إنجاز. مش العملية إدارة والتزام، إدارة والتزام، وبجيب الناس اللي بتعرف في الشغلانة. أنا مثلا أقول لك وزير النقل، ما إحنا طول عمرنا عندنا وزير نقل، إشمعنا يعني كامل الوزير مش كده؟ إشمعنا عمل طفرة؟ لأن دي حتته، هو كان رئيس الهيئة الهندسية بتاع قوات المساعدة، شغلته فهيفهم فيها تخصص حضرتك. تخيل انت لو في اي مجال على مستوى الكوره جبنا المدرب اللي بيفهم، صدقني طفرات. وبعدين انت كل ما تجيب الناس اللي بتفهم هتوفر لك حاجتين، هتوفر لك وقت، بمعنى ايه؟ اللي هيتعمل في سنه هيتعمل في شهر ونص، لان الناس بتفهم فبتخش على البوينت على طول، على الويك بوينت على طول وتعالجها، تختصر مسافات. نمرة اتنين هتوفر لك فلوس. انت لما بتجيب الناس اللي مش فاهمه بتدفعك فلوس وتلففك حوالين نفسك وتخسرك وقت كل حاجه. احنا محتاجين في الرياضه وبالذات في الكوره على الحته بتاعتنا كل من بيفهم في شغلته يجي عشان يدينا افكار جديده وكلام جديد. اصل احنا مش معقوله هنفضل في 20 سنه بنسمع نفس الكلام. هاي. ونفس يعني ايه ده؟ مفيش اي حاجه جديده؟ طب كلمه مزبوط. جديده، فكره جديده، حتى لما تتطبق، حتى لو مش هتتطبق تطرح بس عشان بس تطرح يعني حد يتعب نفسه انه يفكر يقول حاجه جديده. خد بالك لعيبه الكوره مثلا بتبقى مستنيه تسمع مثلا من مدرب بتاعها كلمه جديده. مظبوط. موقف جديد. احنا هنا بنشيد بالمدربين الجداد الشباب زي هيثم شعبان وعبد الحميد بسيوني واحمد سامي، يعني ده علي ماهر، يعني في ناس كمان طلعت احنا بنشيد بيهم انه خلاص يعني بدات فكره الشباب دي تطبق على مستوى المدربين. يعني فده انا بتكلم على مستوى المدربين يعني الكوره يعني. لا يعني انا اتمنى من اي مسؤول يتعب نفسه شويه يدور على الكفاءات، يتعب نفسه بس شويه يدور على الكفاءات، بلاش الشغل عن طريق المجاملات او العلاقات، او واحد صاحبي كلمني على واحد فاجيبه. طب مش يعني الكلام ده كله بيفقدنا حاجات كتيره جدا احنا ما بنحسش بيها، بس بنحس بيها في الماتشات بقى الجامده في اللقاءات الدوليه. احنا عايزين احسن مدربين تشتغل، احسن اداريين تشتغل، يعني عايزين افكار جديده ونسمع كلام جديد وفكر جديد سواء كويس او سواء غلط، بس حاجه انما مش هنفضل طول عمرنا والدايره مغلقه. دايره مغلقه عمالين دايرين فيها يعني. وفي حاجات كتير في حاجات كتير تتعمل، خاصه يعني انت تخيلي لو 10 ناشئين عندهم الامل ان هم هيبقوا ضمن هم الفرقه 30 واحد، انا هبقى واحد من الاشبال. هاني مسك قطاع الناشئين قبل كده وانا مسكت قطاع الناشئين قبل كده عندنا في النادي، انت لا تتخيلي حلم. اللي انا بقوله ده يعني ممكن العيال ما تنامش. الدوري ده ممكن يفرز عناصر جديده للمنتخب؟ لا هو يفرز عناصر جديده للمنتخب في حاله واحده، لو حسام البدري عنده وقت يعمل معسكر يجيب لعيبه جديده يمرنها يتكلم معاها يقول لهم فكره، انما هو مش هيجيب لعيب جديد يلعبه. ما خلاص هو موضوع المعسكرات الطويله ما مش موجوده. سيبك ان انت قلتي مهند لاشين مش عارف احمد سامي ولا احمد سمير بس كده وكده يعني خلاص هيجي وما فيش، هتلاقي نفس الناس اللي بتلعب هي اللي عندها الخبره واللي عندها الخبره الدوليه واللي بتشترك في اهلي وزمالك وبيراميدز، مش هتلاقي حد جديد لانه حسام مش هيبقى عنده وقت ان هو يمرن. هي لو الكوره كده اصلا ان انا اجيب واحد جديد العبه كانت الكوره تبقى سهله، هي مش كده. فهو ممكن ياخد يضم زي ما كده، انما مش هتلاقي له موجود. لا يعني هتاثر عمليه النقطه. اخر سؤال يعني قبل ما نختم مع حضرتك، التقارب المستويات ما بين طبعا النادي الاهلي في حته ثانيه، ويمكن الزمالك كمان ممكن يكون قريب يعني من منطقه مع النادي الاهلي، لكن ده مش مساعد الكابتن حسام او انت على طول؟ اصل انا اتفاجئت بتقول لا، يعني سام بتقول لك الدوري مش هيفرز فقلت لها لا مش هيفرز قولا واحدا مش هيفرز. ماشي احنا الايام جايه وهو يفرز، يعني ايه ان لعيب جديد يلعب؟ مظبوط. مش صح ولا يتاخد؟ حلوه الاجابات اللي ما فيهاش دبلوماسيه دي، خلينا حاطين رجلنا على الارض. لا ما يتاخد عشان يرجع ملوش لازمه. لا يتاخد ويبقى ليه بصمه مع منتخب مصر. هنشوف مش الماتشين جايين بتوع كينيا وجزر القمر؟ هنشوف.
يعني خليكم فاكرين النهارده الحلقه وهنيجي ونشوف لو حد جديد لعب هتبقى صعبه جدا. هنعدك. لا هتبقى صعبه. كابتن خالد شرفتنا النهارده، ربنا يخليك، نورتنا في الله يخليك يا سيدي. شكرا 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 جزيلا يا كابتن، دايما بتنورنا وبتسعدنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا هاني، بابا سعيد وانا معاك. ربنا يخليك، ربنا يخليك حبيبي. شكرا لحضراتكم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده ونهايه الاسبوع. ان شاء الله باذن الله يوم الاحد ان شاء الله هنتفرج مع حضراتكم على النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق والفوز، ونقابل حضراتكم ان شاء الله في البيت الكبير يوم الاثنين. تصبحوا على خير.